لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفى وعلى التابعين ومن تبع آثارهم واقتفى وعنا معهم إلى يوم الدين والجزاء والوفاء. أما بعد، لازلنا وإياكم أيها الأحباب الكرام نتجول في منازل إياك وإياك نستعين، ونحن لازلنا في منزلة الصابرين بعد أن تكلمنا عن الحمد والشكر. تكلمنا عن الصبر من نواحي ومن جهات عدة، واليوم إن شاء الله عز وجل سنضيف أشياء أخرى إلى نفس المنزلة، منزلة الصابرين. قلنا أيها الأحباب الكرام بأن الله عز وجل رتب على الصبر والصابرين أجرا بغير حساب، حيث قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك قلنا بأن الله عز وجل أخبر أن الصابرين يجازيهم الله عز وجل مرتين، قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن الكريم في 95 موضع تحديدا، 85 موضع في القرآن الكريم ذكر فيها الصبر والاستبار والمصابرة والحث عليه وما إلى ذلك. ومعلوم أن الله عز وجل إذا أكثر من ذكر شيء دل على الأهمية. الله عز وجل عندما يكثر من ذكر شيء في القرآن الكريم يدل على أن هذا الشيء الذي أكثر منه الله عز وجل في القرآن الكريم له أهمية. وكذلك منزلتنا التي نحن بصدد الكلام فيها وعليها وحولها كذلك لها أهمية في دين الله عز وجل، لأن الجنة لا ينالها إلا الصابرون، الجنة لا ينالها إلا الصابرون. الصبر أيها الأحباب الكرام معناه الحبس، أن تحبس نفسك على شيء. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح هو كف اللسان عن التسخط، وكف القلب عن الجزع، وكف الجوارح عن المعصية. هذا هو الصبر. الصبر هو كف اللسان عن التسخط. إذا قدر الله عز وجل عليك قدرا مؤلم، وقد قسمنا القدر الملائم والمؤلم، ونفتح قوسنا ونقول بأن الله عز وجل عندما يبتلي المؤمن ليس هو كابتلائه للكافر. ابتلاء الله عز وجل للمؤمن شيء، وابتلاء الله عز وجل للكافر شيء آخر. الله عز وجل عندما يصيب يصيب الجميع، يصيب المؤمن والكافر، وعندما يعطي يعطي المؤمن ويعطي الكافر. لكن الله عز وجل إذا أصاب الكافر أصابه تعذيبا. إذا ابتلى الله عز وجل الكافر ابتلاه تعذيبا له، وإذا ابتلى المؤمن ابتلاه تهذيبا له، تهذيبا يهذبه. الله عز وجل عندما يبتلي الكافر فإنه يبتلي لأجل أن يعذبه. ذوقوا فتنتكم. ها؟ الله عز وجل ذكر القرآن في القرآن الكريم أن الفتنة نوعين، تأتي الفتنة بمعنى العذاب، فتنة ابتلاء، وتأتي الفتنة بمعنى ابتلاء والاختبار. الفتنة بمعنىها الابتلاء والاختبار هذه للمؤمنين، والفتنة بمعنىها العذاب هذه للكافرين، وقد ذكرهم الله عز وجل في القرآن معنا. فقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، معنى الفتنة هنا ما العذاب؟ لا، الابتلاء والامتحان والاختبار ليبلوكم أيهم أحسن عملا. إذن الفتنة هنا ما معناها؟ الفتنة هنا معناها الابتلاء والامتحان والاختبار. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يتفتلوش؟ لا يمكن. ماذا قلت آمنت بالله، آمنا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، ستبتلى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبب الفتنة ما هي؟ ما سببها؟ أنهم آمنوا. إذن الإيمان مرتبطة معه الفتنة والابتلاء. إذن هنا جاء الفتنة بمعنى ماذا؟
بمعنى الابتلاء والامتحان والاختبار، واتت مره اخرى بمعنى ايش؟ بمعنى العذاب. يومهم على النار يفتنون. انظر الى الفعل المضارع هنا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. وهنا يومهم على النار يفتنون، ما الفرق بين هذه والمعنى؟ الفعل المضارع هو واحد، يفتنون يفتنون، الا ان هنا جاءت بمعنى الابتلاء والامتحان والاختبار، وهنا جاءت بمعنى العذاب. الذي قيد هذه هنا بان ابتلاء وامتحان واختبار، والذي قيد الاخرى هناك بمعنى ان عذاب، هو سياق الكلام وسباقه ولحاقه. لان سياق الكلام من المقيدات، مما يقيد الكلمه سياقها وسباقها ولحاقها. فمعنى الكلام في ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، ولقد سياق الكلام وسباق، يعني هنا ليس العذاب، هنا الابتلاء والامتحان. وهنا سياق الكلام وسباق ولحاقه دل على أنه عذاب. يومهم على النار، ذكرت النار، والنار ليس في ابتلاء. هل في النار، هل في جهنم اختبار وامتحان وابتلاء؟ إنما هو جزاء فقط، عذاب. إذا علم من هذا الفعل المضارع هنا بأنه عذاب من خلال سياق الكلام. إذا شوف الآن، انظر الآن، ابتلاء هنا وابتلاء هنا، إلا أن هنا بمعناه امتحان واختبار وابتلاء، وهنا بمعناه عذاب وانتقام. إذا الله عز وجل عندما ينزل البلاء أو ينزل البلاء والابتلاء على العباد يقسمهم. إذا أنزل الله عز وجل الابتلاء على المؤمن فإنه يريد من وراء ذلك التهذيب، يريد أن يهذبه، وهو الرب يريد أن يربيه. وقل قول عز وجل الله ربكم ورب آبائكم الأولين، قرأت الله ربكم ورب آبائكم الأولين، حتى تأتي بمعنى الربوبية والتربية معا. الله ربكم، ولمعنى ربوبية، ورب آبائكم الأولين، وقرئت في رواية الله ربكم ورب آبائكم الأولين، بمعنى التربية. فالله عز وجل هو الرب وهو المربي لعباده، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا الفتنة عندما تنزل على العباد، ينزل الله عز وجل على المؤمنين ابتلاء وامتحان واختبارا وتهذيبا وتطهيرا لهم من الذنوب ومن السيئات. لكن إذا أنزل الله عز وجل على غيرهم فإنه سبحانه وتعالى ينزل عليهم انتقاما وتهذيبا لهم. إذا قلنا بأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو معنى الصبر شرعا هو حبس، لأن قلنا الصبر معناه في اللغة الحبس، المنع، الوقف، توقف. فمعناه شرعا حبس اللسان عن التسخط، عندما يصيبك هم وغم ونكد وفتنة وابتلاء إياك أن تعترض على الله. والاعتراض على نوعين، إما أن يكون اعتراض استفهام واستفسار وتوضيح وبيان، وإما أن يكون اعتراض جحود وإمكان وعناد، وكلاهما في القرآن الكريم. إما أن تعترض، تريد أن تستفسر، أن تستبين، أن تستوضح، ما المقصود، ما الغرض، وإما أن تعترض إنكارا، عنادا، جحودا، تكبرا، كما تكبر وعاند وجحد إبليس ومن سار على شاكلته. أما الاعتراض الذي يراد من ورائه التبيين، الاستفسار، توضيح، بيان، هذا مشروع، وقد وقع لأنبياء الله ورسله، وكل ذلك في القرآن الكريم. نوح عليه السلام، وقد سمعنا القصة من شيخنا الفاضل، لما قال نوح لولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلى أن قال نوح، لما أغرق الله ولد نوح، ماذا قال نوح؟ ربي، أسلوب اعتراض، ما هذا؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أشد شيء، ما هذا يا رب؟ أشد، ألم تقل لي إنك ستنجيني وأهلي؟ إن منجوك وأهلك، وهذا يا ربي من أهلي، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ما هذا يا رب؟ اعتراض. لكن ما المقصود من ورائه؟ ما الغاية؟ استفسار، توضيح، البيان، يريد أن يستفسر، يريد أن يستوضح، وله ذلك. ماذا أجابه الله؟ يا نوح
اعتراضك هذا غير مقبول. إياك يا نوح إنه ليس من أهلك. بعض المفسرين زلوا في هذه الحيثية فقالوا أنه ولد والعياذ بالله ولد زنا. قالوا هذا الولد من سباع من زنا، لأن في الآية هناك فخانتاهما. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فقال بعض المفسرين وقد زلوا في هذه المسألة، قالوا فخانتاهما أي أن هذا ولد زنا بدليل أن الله قال إنه ليس من أهلك، وهذا حاشا لله أن يقع أو أن يكون. فالله عز وجل قد عصم أسرة الأنبياء من الفاحشة والزنا، هم معصومون في هذه المسألة. كيف يأتي قوم يقول أنت زوجتك الزانية؟ لا يمكن. فما معنى قول الله عز وجل إنه ليس من أهلك؟ أي إنه ليس من أهلك الذين أردت أن أنجيهم. نعم هو من أهلك أي من صلبك من دمك من نسلك، ولكن الذين أردت أن أنجيهم هذا ليس منهم. ولذا الله عز وجل استثنى من قوم لوط وقوم نوح إلا امرأته، إنا منجوك وأهلك إلا، أي أهل الرجل على رأسهم من؟ الزوجة. وقد استثناها الله هنا إلا امرأتك وإلا ولدك. فهم؟ إذن هو من صلبه ومن دمه ولحمه، لكن ليس هذا المقصود، أو ليس المقصود أن هذا داخل في من أراد الله أن ينجيه. أنت تقول عندي 100 دولار أريد أن أتصدق بها لوجه الله، هل معنى هذا الكلام أنه ليس لك مال آخر؟ عندك مال آخر، لكن أنت في نيتك في خاطرك نويت أن هذه 100 فقط هي التي في الإنفاق، أما غيرها فلا. تقول عندي، وعندك مال آخر تقول عندي 100 دولار أعددت للنفقة. الذي يسمع يعتقد أن عندك فقط هذه 100 وتريد أن تتصدق بها كلها، لكن هذا لا يلزم. إذا أنت تقصد أن هذه 100 فقط هي التي أعددتها للنفقة وأما الأخرى فلا. فكذلك الله عز وجل لما قال إن منجوك وأهلك واستثنى منهم هذا الولد وتلك الزوجة. فإذا نوح عليه السلام قال لربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أجاب الله عز وجل ماذا قال؟ يا نوح إياك أن تقول مثل هذا الكلام، إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وقرأت إنه عمل على رواية إنه عمل، أي هو كله غير صالح أن نرعون به، هو كله غير صالح، حصب جهنم حطب جهنم، ليس فيه ذرة تصلح لأن تكون فيه لأن يكون فيها خير، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا، لأن المؤمن إذا كانت فيه ذرة من إيمان يدخل الجنة. إذا كان فيه ذرة من إيمان لا يخلد في النار يدخل الجنة، أما هذا فهو كله عمل غير صالح ليس فيه ذرة من الإيمان، فهو خالد مخلد في النار. وعلى رواية إنه عمل أي كان صالحا وأتى بفعل واحد أحبط له العمل كله، فجاء بعمل واحد غير صالح فأحبط الله له الأعمال كله. وهذا وارد في السنة وفي القرآن أن الله يحبط عبادة 100 سنين بسبب عمل واحد إن لم تخلص لله عز وجل في العمل. ذلكم الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له أخ فاسق فاجر يشرب الخمر ويزني، وكل يوم كل حين جهارا سرا علانية إصرارا ليلا نهارا يدعو، في آخر المطاف قال أنت لن يغفر الله لك أبدا، قال والله لن يغفر الله لك أبدا. فنادى مناد من ذا الذي يتأله علي، شكون هذا اللي يحترسه بلاص، من هذا الذي أراد أن يضع مكانه أن يضع نفسه مكاني فيقول غفرت لهذا ولم أغفر وهذا مغفور له وهذا غير مغفور وهذا في الجنة وهذا في النار، من ذا الذي يتأله علي؟ لقد غفرت له وأحببت عنه، هو غفرت له وأنت أحببت عمله. وسمعنا في القصة التي ذكر الشيخ الفاضل ذاك الرجل الذي يئس من رحمة الله وقال لأبنائه أنا مت فحرقوني
وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. حرقوني والغبار ديال الجزيري قسموه نصفين، النصف رميه في البحر والنصف ضروه في الرياح في البر، ظنا منه ان الله لا يستطيع ان يعيده كما بدأ. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. فلما بعثه الله قال ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال خوفا منك يا رب. قال فقد غفرت. عمل بسيط، خوف وقع هنا فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وكذلك في المقابل فعل واحد يكون هنا يمحو لك الله جميع الحسنات. ان الرجل لا يتلفظ بالكلمه وحده كلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا 70 عاما. كلمة واحدة تلفظ بكلمة واحدة من سخط الله. وقد ذكر ذلك الله في القرآن الكريم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم يا محمد ولئن سألتهم لا يقول إلى قلت اليوم لماذا قلت هذه الكلمة، يقول ماذا؟ إنما كنا نخوض كنا شدنا الشارع تضحكوا بها تتمزق لا يقولون إننا كنا نخوض. الجواب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعل واحد أحبط الله لهم جميع الأعمال. قد كفرتم بعد إيمانكم، ماذا قالوا؟ رأوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم راجعين من الغزو فقالوا ما رأينا مثل أصحاب محمد أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. منهيين غير بالبطون ديالهم وفي الجهاد ما في الدمش ضعفاء. ما رأينا مثل أصحاب محمد أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، هذه الكلمة اللي قالوها فقط. ومر القوم فأنزل الله عز وجل القرآن يتلى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا. تلك الكلمات إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم إن قلت لماذا قلتم هذه الكلمة في أصحابي يقولون إنما كنا نخوضون الأب نتمازح فقط. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنوح عليه السلام اعترض على الله اعتراض استفسار وتوضيح وبيان فأجابه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا لما علم نوح أنه أخطأ في حق الله وما كان عليه أن يعترض ولو اعتراض استفهام واستفسار وبيان لأنه منزه أن تقع منه مثل هذه الأمور، لأن الكبير إذا صدرت منه الصغيرة تكون في أعين الناس كبيرة. إذا كذب أحد من الناس بخلاف لو كذب إمام، معنى الكذب هو واحد لكن الكذب هذا ليس ككذب الإمام. كذب الإمام يراها الناس أنها جبل وكذب لك لا يهتم الناس بها. فالأنبياء لا ينبغي أن تصدر مثل هذا لأنهم منزهون أن تصدر منه. فرباه الله وعاتبه الله ووجهه الله. فلما علم نوح أنه أخطأ ماذا قال؟ ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الملائكة لما قال الله إني جاعل في الأرض اعترضت أم لم تعترض؟ ماذا قالت؟ أتريد أن تجعل في الأرض خليفة؟ كيف يعقل هذا يا رب؟ لا يمكن لا يمكن. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن فقط نسبح بحمدك ونقدسك. فنفوا عن هذا الإنسان نفوا عنه الخير أنه سيعبد سيسجد سيصوم سيصلي. فقال أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كيف يا رب تفعل هذا؟ إكمال البولة الحمراء ما زال خضراء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك؟ ماذا أجابه الله؟ إني أعلم ولا تعلم. في آخر المطاف عندما تكون حلق الذكر هكذا محلقة ينادي الله أولئك الملائكة هلموا انظروا الآن
انظروا إلى عبادي يسبحونني يقدسونني يهللونني يعظمونني. انظر، ألم تقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وماذا قلت لكم؟ إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا مما كنت أعلمه ولم تكونوا تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد صلى الله عليه وسلم لما مات عمه ولم يقل لا إله، ماذا قال؟ لأستغفرن لك. لأستغفرن لك. ماذا أجابه الله؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الصبر أيها الحبيب الكريم أن تمسك هذا اللسان، أن تمسك هذا اللسان، أن يعترض على الله اعتراض جحود وعناد وإنكار وتسخط وعدم الرضا بما قدره الله وقضاه سبحانه وتعالى. أما حبس القلب عن الجزع والجوارح عن المعصية فذلك له يوم آخر. سائلين من المولى سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين.